مادة العلوم المتكاملة احنا فوجئنا ان هي هتبقى 3 في 1 زي ما بيقولوا. وبعد كده كنا متوقعين ان هو لما يبقى فيه مثلا ابواب الفيزيكس يدخل مدرس الفيزيكس، الكيمستري يدخل معلم المدرس الكيمستري. فجأنا ان بتقول هي معلم واحد فقط هيوصل كل هذه المواد المدمجة. فاحنا نتمنى بقى يعني يبقى فيه تدريب للمعلمين دي نتأهلهم بحيث ان هم يصلحوا ان هم يوصلوا المعلومة المختلفة دي. هي القرارات يعني اللي اتخذتها وزارة التربية والتعليم هي قرارات يعني بحيث انها عاوزة الطالب يعود للمدرسة تاني وعاوزة تحل مشاكل كتير، ولكن العبرة بالتطبيق على أرض الواقع. أيوة وياريت لما يبقى في أي معوقات وأي مشاكل في التنفيذ يبقى في حل سريع ومتابعة سريعة. يعني احنا مثلا لما شفنا بعض الحاجات اللي اتخذتها ان هيبقى في استعادة دور المدرسة في حياة الطالب بالمرحلة الثانوية عن طريق زيادة درجات اعمال السنة الى 40%. فطبعا كان في تخوفات من هذا الاجراء ان ده هيخلي المعلم نرجع الدروس بكثافة، بعض المعلمين عشان المعلمين ما يزعلوش مني ان اي وظيفه فيها الصالح وفيها الصالح. صحيح. فبعض المعلمين لو اساءوا استخدام هذه الاداه اللي في ايديهم يا ريت يبقى في متابعه. ويا ريت لو في طالما مرحله الثانوي عندهم تابلت يبقى محتاجين ان يستخدموا بقى اختبارات شهريه على التابلت، الاسبوعيه على التابلت، نص السنه على التابلت. يعني نتمنى كمان خطه توزيع التابلت تتم بقى قبل بدايه العام الدراسي. دكتور داليا، طالما حضرتك فتحتي معانا موضوع الدروس، انا عايز اسالك النهارده، وبرضه انا بحاول يعني اتناقش معاكي واسمع رايك بايدك في الموضوع يعني من سنين، هل عمليا هنقدر يعني دروس المدرسه والمدرسين دي يعني ليها نسبتها، لكن فطاحل الدروس والسناتر والكتب الخارجية وحتى المشكلة اللي حصلت ان في كتب اتطبعت بمناهج قديمة والناس اشترتها والكلام ده كله، المافيا الدروس الخصوصية والسناتر، هل الوزارة هتقدر السنة دي انها تقف قدامها، ولا الموضوع ده محتاج خطط ومحتاج يعني احنا نتمنى احنا بندعي يا رب انها، بس حضرتك شايفة امكانية التطبيق على الارض شكلها ايه؟ هي الدروس الخصوصية كتوصفها هي عرض وليست مرض. فمتهيألي لما نحاول نشوف المسببات اللي جايه منها الدروس الخصوصيه، منها مثلا ان الكثافه الطلابيه عاليه في المدارس. هذه الاجراءات اللي اتخذتها الوزاره لو تم تنفيذها فعلا صح وعدد الطلاب بقى اقل فده هيبقى فيه جوده للتعليم في الفصل. لو في متابعه لاداء المعلم في الفصل زي زمان بيبقى في متابعه للمعلم وادائه، عشان يعني لو في بعض الكسور من اداء المعلم نقدر يتم تقييمه. ايوه بالضبط كده. وطبعا حاجه برضو اللي هي يعني ممكن نقول الاداء اللي ممكن نحاربها شويه الدروس الخصوصيه مجموعات التقويه في المدارس. لو نقدر ان احنا بالنسبه للشهادات تبتدي بدري، لان احنا عارفين ان الشهادات بتبتدي عشان قلق اولياء الامور طبعا والمناهج الطويله ومحتاجين تطبيق يعني براحه. بتبتدي قبل العام الدراسي. تمام. فليه ما يبقاش لسه للشهادات بدايه المجموعات تبقى بدري وينضم فيها الكفاءات بتاعه المعلمين والسعر يبقى تنافسي. وطبعا احنا ضامنين ان المعلم اللي جوه المدرسة هيبقى مؤهل. للأسف السناتر مش كلهم مؤهلين ولا يصلحوا ان هم يدرسوا، واحنا كمان عبارة عن تجارة يعني.